البحث عن المال بأي طريقة. تحت هذا العنوان استهلت صحيفة واشنطن بوست تقريرها الجديد حول حملة الاستيلاء على موارد الشركات السورية التي أطلقتها القوات الحكومية في محاولة للحفاظ على بقائها بعد أن طفت حالة الإفلاس لديها على السطح. فما واقعية هذه التقارير وكيف يبدو المشهد على الأرض وما خيارات الحكومة اليوم؟ أهلا بكم في حديث الساعة. بهذا الصدد ينضم إلينا من باريس الباحث السياسي والاقتصادي الأستاذ شاهر يونس. أستاذ شاهر، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذن تقرير للواشنطن بوست يتحدث عن إفلاس الحكومة السورية، ما يدفعها لمصادرة الشركات وأصول الشركات وربما الضغط على رجال الأعمال لتحصيل منهم على أموال ربما تسد هذا العجز الاقتصادي في الحكومة السورية. تحياتي لحضرتك ولأخوة المشاهدين. أهلا بك. بالحقيقة يعني الواشنطن بوست ما ضافت شيء جديد، يعني بالعكس هي دائما آخر الواصلين. الشيء اللي ذكر بتقريرهم هو يعني موجود أو يعني يعاني منه الشعب لسنوات الماضية، ثلاث أو أربع سنوات الماضية، فما في شيء جديد. غير انه يعني الغرب دائما يعني هو اخر الواصلين، او الاعلام الغربي اخر الواصلين، ومجرد تقارير يعني هل يتناسق هذا التقرير مع اجراءات حكوميه من الحكومه الامريكيه او من المجتمع الدولي للضغط على هذا النظام؟ لا شيء يذكر. الوضع على حاله، مجرد تقارير، مجرد دراسات، ولا شيء جديد. طيب، يعني اليوم ما يلفت الانتباه بهذه التقارير بأن المصادرة أو مصادرة أصول الشركات حتى لأقرب الشركات للحكومة السورية والتي كانت داعمة لها على مدار الأحد عشر عام المنصرمة. أستاذ شاهر، هل اليوم الحكومة السورية لم تعد تستثني حتى داعمها في سنوات الأزمة؟ نعم، بحالة الإفلاس اللي عم يعاني منه النظام بالسنوات الأخيرة وبالفترة الأخيرة، يعني ما استثنى أحد من وخاصة من داعمي من أجل الاستحواذ على أموالهم وأملاكهم لتأمين سيولة وتأمين رصيد، لأن الخناق يزيد عليه. حتى لو كان الخناق يعني متوسط الشدة، لكن مع الوقت والاستمرارية يعني تظهر المعاناة. مثل ما الجميع بيعرف، لم يستثني النظام حتى أقرب المقربين، حتى مثل ما ذكرت حضرتك يعني اللي كانوا داعمين له انتهى دورهم ويجب أن يسلموا ما يملكون لهذا النظام. هذه الإجراءات ملتوية. شاهر، هذه الإجراءات هل هي فعلاً ستكون طوق النجاة الاقتصادي للحكومة السورية أم أنها ستزيد من معاناة السوريين وستزيد وتفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا؟ كما يقال بالمثل العامي أنه ميت ما بيحمل ميت. يعني هاي الشركات اللي يستنجد بها النظام هي بالأساس يعني معظمها يندرج تحت قوائم العقوبات الأمريكية أو الأوروبية أو عقوبات خارجية، فهي بالأساس شركات متعثرة، وضع الاقتصادي متعثر، تحاصر العقوبات، تحاصر قلة النقد أو القطع الأجنبي، فيعني هي قشة صغيرة يحاول أن يتمسك بها النظام، لكن أنا لا أظن يعني هناك أي جدوى من هذا التمسك يعني أو المناورات بأساليب ملتوية وغير ملتوية. يعني نظام دولة ممانعة ومقاومة وتبيع وطنيات وتبيع سيادة وترصد ميزانيتها بتجارة المخدرات والاستيلاء على أملاك المواطنين الذين هم في الخارج، جواز السفر السوري
صنف الأغلى عالميا من حيث التكلفة، يعني وصل $800، بينما يعني الجواز السنغافوري رقم واحد يعني لا يتجاوز $70 أو $75، وفي يعني بتوصل للـ125 أو $135. والذي يتزيل القائمة العالمية بالأهمية وبالقوة الدبلوماسية أو القوة كجواز سفر لا تحصل عليه بأقل من $800. طيب أستاذ شاهر، اليوم أيضا يضاف إلى كل ما ذكرت حضرتك، هناك فرض إتاوات وفرض مبالغ طائلة على الحواجز الحكومية التي من المفترض أن تكون مهمتها فرض الأمن والأمان، لا الجباية من المدنيين أو من سيارات الشحن أو من يعني وسائل النقل كافة بين المحافظات السورية. أستاذ شاهر، عندما يحتاج النظام إلى السيولة لا كلام للمبادئ ولا كلام لأي قيم كان يتمسك بها أو ينادي بها. ليس الآن، عندما كانت دمشق محاصرة من جيش الإسلام أو حلب محاصرة من فصائل مسلحة بشرق حلب، كان النظام وضباطه وقواده يعني كان هناك تجارة رائجة بين مناطق المعارضة ومناطق النظام عن طريق هذه الحواجز، يعني مع الفصائل المعارضة لهذا النظام كان هناك تجارة الوقود، وحاجز المليون في دوما معروف، وحاجز مشفى ابن النفيس كمان معروف، كان يدخل يعني حاجز المليون الصفقة بمليون، صفقة التمرير المواد الغذائية لجيش الإسلام كانت بمليون ليرة. هذا الكلام بال 2014 أو 2013 على ما أظن، يعني كانت المليون يعني نوعا ما إلى قيمته، فما بالك يعني حاليا يعني لم يدخر هذا النظام أي أسلوب إجرامي أو مافيوي أو أساليب عصابات. نعم. حتى تواصل يعني مع فصائل تتبع لأمريكا لتجارة النفط، حتى يعني يقوم ببعض الغزل للحصول على بعض النفط، وعن طريق الى متى ستكون الراعي المجرم الروسي. الى متى استاذ شاهر ستكون هذه الحلول الترقيعيه، اذا جاز لنا الوصف بوصفها حلولا ترقيعيه، تنقذ الحكومه السوريه استاذ شاهر؟ طالما هناك بعض الكيانات العربية المحسوبين على العرب تمد يد العون سرا وعلانية لهذا النظام كداعميه في لبنان، الذين حاليا الموالين لهذا النظام من التيارات السياسية بلبنان هي العصب الشرياني الأساسي لدعم هذا النظام. أي خلخلة بهذا الشريان هو كارثة بالنسبة للنظام. حتى يعني موضوع الالتفاف على العقوبات والالتفاف على قانون قيصر، انتعش قليلا النظام بزيارة المسؤول الإماراتي بالشهر الماضي أو بهذا الشهر بأوائل هذا الشهر، لكن لم يحدث هذا شيئا. المسؤول الإماراتي جامل النظام ودفع للأتراك، يعني لم يدفع ولا ينجز أي صفقة مع النظام، على العكس راح دعم يعني النظام التركي، ولم يجرؤ النظام الإماراتي، بالعكس لوح الكونغرس أن هناك بعض الأصوات تنادي بالتطبيع أو تعويم هذا النظام، لكن عصا قيصر ما زالت مرفوعة. من باريس الباحث السياسي والاقتصادي الأستاذ شاهر يونس، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، شكرا لك. إلى دمشق لينضم إلينا رئيس حزب سوريا أولا الأستاذ سلمان شبيب. أستاذ سلمان، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. الواشنطن بوست تتحدث عن ربما عجز اقتصادي كبير تعاني منه الحكومة السورية، تلجأ لطرق شتى لتحصيل الأموال. كيف يبدو الواقع في دمشق وما مدى دقة ومصداقية هذه التقارير؟
تحية لكم صديقي، تحية لمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك. بالتأكيد صعوبة الوضع وقساوة الوضع في الداخل السوري لا تخفى على أحد. الشعب السوري يعاني كثيرا، يعني وصلت المعاناة إلى حدود قصوى. أعتقد مقومات الحياة كلها تقريبا غير موجودة، حوامل طاقة غير متوفرة. نحن في بداية فصل الشتاء، يعني تعرفون أنه فصل الشتاء يوجد أعباء كثيرة على المواطنين السوريين، وسائل تدفئة غير موجودة. بالتأكيد هذه الحالة يعني عامة على كل السوريين الموجودين في الداخل السوري. نحن يجب أن نكون موضوعيين إلى حد ما. هناك تقصير من الحكومي، هناك فساد مستشري، هناك يعني ترهل في الإدارات، لكن هناك أيضا ظروف قاسية يمر بها البلد، نتيجة الحصار، نتيجة الحرب التي حدثت، نتيجة توقف تقريبا البنية الإنتاجية في سوريا كلها، المعامل نهبت وسرقت، الزراعة تقريبا توقفت، الصناعة شبه متوقفة، مدن صناعية كاملة تم تدميرها. هناك ظروف يعني يمر بها البلد استثنائية، لكن هذا لا يعفي الحكومي من المسؤولية. الحكومي مقصرة جدا، الفساد يستشري ويستوحش ولا محاسبة. هل من ضمن هذا الفساد أستاذ سلمان تندرج الضرائب أو المبالغ الطائلة، سميها ما شئت، التي تفرض على الحواجز لأي سيارة شحن تحمل بضائع تجارية، أو لأي تاجر يحمل بضائع تجارية من محافظة لأخرى وما شابه؟ يعني خرجت تقارير تتحدث عن أرقام باهظة، 7,000 دولار و10,000 دولار وتصل إلى 15,000 دولار لكل شاحنة محملة بالبضائع. هذه المبالغ تضاف على المدنيين وتزيد من العبء أستاذ سلمان كما تعلمون. صحيح، هذه أعباء إضافية يعني يتحملها الناس البسطاء والفقراء والمواطنين العاديين، وأنا شخصيا كتبت ضد هذا الموضوع ونعترض ونرفع الصوت دائما ضد هذا الموضوع. هذه التشبيحات، هذه الحواجز، هذه يعني تلقى الحقيقة اعتراض شديد، وهناك أصوات بدأت ترتفع وتنتقد هذه الممارسات. قلت أنا من البداية هناك تقصير، هناك ترهل، هناك ممارسات غير مقبولة. بالتأكيد المواطن لم يعد يتحمل، المواطن السوري لم يعد يتحمل، وكلنا نرفع الصوت وكلنا نرفع الشكوى، لكن الحقيقة ليس هناك أي استجابة من الحكومة. وأنا بالأمس كتبت عن الحكومة: ما أنت والوعد الذي تعيدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري ولن تمطري، وليس هناك بالأفق أي مجال لأن تمطري. يعني هناك إذن السكوت علامة الرضا، مشان نحكيها بالعامية أستاذ سلمان، السكوت علامة الرضا، طالما أنها تسكت عن هذا الفساد فهي راضية وراعية له. صحيح. يعني الحكومة تعيش حالة من العجز، حالة من الترهل. أنا قلت إن العقوبات والوضع الاقتصادي وظروف الحرب لا تعفي الحكومة من المسؤولية الكبرى، هي تتحمل المسؤولية الكبرى عما يجري. ومع الأسف كل ما جاءت حكومة يعني تجعلنا نشتهي أيام التي سبقتها مع الأسف. هناك أرقام، يعني هناك فضائح يوميا، حتى في الإعلام الحكومي هناك فضائح يوميا، هناك فضائح يتم كشفها. الحكومة مقصرة، هذه الإدارة فاشلة، أوصلت البلد إلى ما هو عليه. تتحمل المسؤولية الكبرى السلطة السياسية القائمة، والحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى عن الوضع، رغم أن هناك ظروف غير طبيعية، وهناك حصار، وهناك قيصر، وهناك عد إلى ما شئت. لكن أستاذ سلمان، يعني قيصر على كل سوريا، وكما يعلم الجميع قيصر لا يشمل المواد الغذائية والتموينية وما شابه. ولكن اليوم في دمشق يعاني المواطنون من، يعني حقيقة قرأت تقرير، ربما حتى البقوليات أصبحت أمرا ربما باهظ على المدنيين أستاذ سلمان. يعني وصل السوريون إلى هذا الحد؟ يا أخي كلنا نعاني من هذا الوضع، كلنا يعني نعيش في ظروف منتهى قاسية جدا وفي منتهى القساوة، والسوريين الوضع يتدهور كل يوم أكثر، الوضع الاقتصادي يتدهور كل يوم أكثر، مقومات الحياة كلها تقريبا غير موجودة. هذه الصورة القاتمة موجودة، لا أحد يستطيع نكرانها. جميل. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الوضع
الحكومة تتحمل مسؤولية والسلطة السياسية القائمة تتحمل مسؤولية، ويجب أن يكون هناك إجراءات على الأقل لمحاسبة الفاسدين الكبار وتجار الحرب المعروفين بالأسماء الذين نهبوا البلد خلال استغلوا ظروف الحرب ونهبوا البلد. ظروف الحرب هي ظروف مثالية للفساد، والفساد استوحش وتوحش وتغول في البلد، وهو يعني من يدفع الثمن هم المواطنين العاديين، الحكومة والسلطة. أنا سمعت ضيفك يقول السلطة والسلطة، السلطة لا تتحمل أي أعباء، من يتحمل الأعباء هو الشعب السوري، وبالتالي الشعب الفقير والطبقات الأدنى فقرا هي التي تتحمل الأعباء، وهي التي تجوع وهي التي تبرد. كلنا نجوع ونبرد وكلنا نخشى من اليوم من غد ماذا سيحدث فينا. كلنا أستاذ سلمان، عندما يعني عندما تتحدثون عن فساد، الفساد يعني يتم من شخص أو من مجموعة أشخاص، ولكن اليوم هناك خطوات حكومية برمتها اعتبرها السوريون خاطئة، يعني مصادرة بعض الأصول المالية لشركات وفرض ضرائب جمركية باهظة جدا على شركات أخرى، وأيضا ربما الضغط والتضييق على رؤوس الأموال ما دفعهم إلى الهجرة. كل هذه العوامل ربما تصب في خزينة الدولة أو الحكومة السورية وداعميها، ولكن تدفع من جيوب المدنيين مستقبلا. أستاذ سلمان، سوريا إلى أين وصف هذه السياسة؟ يعني وصفتها قبل قليل وسأعيد وأكررها، السياسة الترقيعية التي تمر بها الحكومة السورية. يا أخي صحيح ما تفضلت به، كل هذا الكلام صحيح. نحن يعني كلنا نمر في مأزق، ليس هناك حل ترقيعي. الحل الترقيعي لا يفيد، سوريا تحتاج إلى حلول جذرية. الحل الجذري هو في الحل السياسي، هو في الحوار الداخلي، هو يعني نحن أنا كتبت منذ يومين بالأمس كتبت أنني متفائل بأن هناك معلومات بأن روسيا قدمت ضمانات للحكومة السورية ولقسد، وهناك يعني احتمال أن يكون هناك خلال الأيام القادمة حوار جدي بضمانات روسية بين قسد والحكومة السورية. نتمنى لهذا الحوار أن ينجح، ونتمنى أن يكون هناك حوار داخلي يوجد حلول ويوصلنا إلى حل سياسي للأزمة السورية. بدون حل سياسي جذري للأزمة السورية لا حلول، الحلول الترقيعية لن تفيد. أستاذ سلمان، يعني اليوم الحوار مع الإدارة الذاتية، ما الذي سيقدمه؟ ولكن معاناة السوريين تكمن في مناطق سيطرة الحكومة، في الحواجز التي تفرض ضرائب باهظة، في هذه الإجراءات الاقتصادية المتعثرة. ألا يجب أن تصلح كل هذه العقبات ومن ثم الحل السياسي يعني ربما له مجرى آخر أو له مسار آخر؟ اليوم نحن نتحدث عن حلول أو عن ربما إجراءات تكون غير ملائمة للسوريين في الوقت الراهن. أنت تحدثت في بداية حديثك بأن في فصل الشتاء والأعباء إضافية ومضاعفة على المدنيين. صحيح. لا، هذا ما تفضل به هو الحلول الترقيعية. رفع الحواجز يخفف الأعباء، تخفيف من الحواجز يخفف الأعباء، محاولة الحكومة إيجاد وسائل تدفئة أيضا. لكن يبدو أننا أمام عجز حكومي. نستطيع أن نقول أننا أمام تخبط وعجز حكومي، لكن أنا أعيد وأقول الحل الجذري الصحيح هو الحل السياسي وفق القرار 2254. لابد من حل سياسي للأزمة السورية، وأحد يعني أدوات هذا الحل أن يكون هناك حوار جدي بين الحكومة السورية، وأن ينجح الحوار بين قسد والحكومة السورية أو بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. هذا يساعد يساعد الشعب السوري. إذا نجح هذا الحوار يساعد على تخفيف من مشكلة السوريين. الأستاذ سلمان، هذا الأفق، هذا الحل الصحيح. تفضل الأستاذ سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا. أولا شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. من لندن ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ سامر خليوي. أستاذ سامر مرحبا بك، ربما سمعت ما تفضل به ضيفي من دمشق. كل الحلول أو كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية ربما هي خطوات متعثرة، ربما لن يكون لها يعني مستقبل في حل جذري. اليوم الحكومة السورية تصادر بعض الأصول المالية لشركات، تقصي بعض الشركات، تقصي بعض رجال الأموال، وتفرض عليهم ضرائب والجمركية قاسية وباهظة جدا. الشعب السوري هو من يدفع الثمن. أستاذ سامر، إلى أين؟ نعم، في البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني الكل يعلم ما هي مشكلة سوريا وما هي من هو أس المشكلة في سوريا. يعني دائما وآسف على هذا اللفظ نذهب للبردعة
اللي هي الحكومة حكومة بشار الأسد، ولا نذهب وآسف لللفظ للحمار يلي هو بشار الأسد. بشار الأسد هو أس المشكلة، وكل ما يحصل لن يجدي طالما بقي هذا النظام المجرم، فهو من شرد الشعب السوري، وهو من أذل الشعب السوري، وهو من دمر الشعب السوري، وهو من قسم الشعب السوري، وهو من هجر الشعب السوري، وهو من قتل الشعب السوري واعتقل الشعب السوري. إذن المشكلة واضحة، دون ذلك لا يفيد أي شيء. ضيفك يتحدث ويقول أن الاتفاق أو التفاوض ما بين قسد والنظام، هذه كارثة على الجميع أن اتفقت قسد، وأنا أحذر قسد أن تتفق مع هذا النظام المجرم أو تأمن جانبه أو تأمن الجانب الروسي، فهم خادعون كاذبون سوف ينقلبون على الجميع. أنا أحذرهم، ما وصلوا إليه يجب أن لا يعودوا إلى الوراء بل إلى الأمام، وإذا اتفقوا مع نظام الأسد فسوف ينتقم منهم أبشع انتقام، وهذا تحذير والكل يعلم تاريخ هذا النظام المجرم. إذن المشكلة أخي الكريم واضحة للجميع، دون التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النظام المجرم لن يكون هناك حل. يعني أنت تتحدث عن جزء من الفساد ومن المحسوبيات ومن الأمور الأخرى، هذا النظام يتفنن في إذلال المواطن، ويتفنن في نهب المواطن، ويتفنن في سلب المواطن بأي يعني شكل يعني من الأشكال. اليوم إذا ما يعني إذا ما مرت سيارة أو شاحنة من درعا إلى دير الزور على سبيل المثال وليس الحصر، يفرض عليها ضرائب تتراوح بين 7,000 إلى 10 و12 و13 ألف دولار. اليوم التاجر لن يدفع من جيبه، التاجر سيضيف هذه المبالغ على البضائع، وبالتالي ارتفع السعر، والمواطنين أو المدنيين هم من يدفعون هذه الضريبة. أستاذ سامر، أليست بهذه السياسات خاطئة، وفي صالح من تصب هذه السياسات المتبعة من قبل الحكومة السورية؟ يا سيدي، هل تعلم كم حاجز ما بين درعا ودير الزور أو بين دمشق ودير الزور؟ هناك أكثر من 22 حاجز، كل حاجز يتبع لجهة من الجهات، ويجب أن تدفع أتاوة حتى يعني أي شيء تشتريه لو كنت تشتريه بألف ليرة سوف يصل. أستاذ سامر أعذرني، ولكن معلومات في الداخل السوري بأن هذه الحواجز افتتحت مكاتب لها في دمشق تحت مسمى ترفيق أو مرافقة القوافل أو حماية القوافل وما شابه من هذه الأسماء، ويتم الدفع وقبض إيصال بشكل رسمي من هذه المكاتب للعبور على كل هذه الحواجز. هذا ليس بجديد، هذا معروف بكل المحافظات السورية، ولكن هذه المبالغ ضخمة جدا أستاذ سامر، كما كانت على كل شاحنة. هذا نعلمه تماما. والمصيبة الأخرى أن هناك حواجز طيارة يتم إنشائها في الطرق وفي المناطق، هذه تتبع لهذه الجهة وهذه الجهة الأخرى، كل يريد أن ينهب المواطن. كما ذكرت لك هم يتفننون في إذلال المواطن وفي نهب المواطن وفي سلب المواطن، هذا كله لن يجدي. انظر الآن إلى الشعب السوري، حتى المؤيدين لهذا النظام الذين طبلوا وزمروا له في أول فرصتين سنحت لهم عندما مصر فتحت باب القبول للسوريين، انظر كم ألف ذهب إلى مصر، إلى بيلاروسيا، انظر بيلاروسيا على الحدود، يعني فضلوا الموت بالبرد والجوع والمرض على أن يبقوا لدى هذا النظام. إذن لا فائدة من كل ذلك طالما بقي هذا النظام المجرم. إذا من يريد أن يتحدث عن الأمور الداخلية لا يمكن أن يكون حوار مع هذا النظام. أنا أتمنى أن يكون هناك حوار ما بين قسد وبين المعارضة السورية والجيش الحر وبين تركيا برعاية أمريكية، هذا سوف يؤمن كثير للشعب السوري، وسوف يذل بشار الأسد ويذل روسيا ويحقق الكثير للشعب السوري. دون التفاهم مع هؤلاء لن يكون أي شيء مجدي، لأنه روسيا لا ثقة بها، النظام لا ثقة به، الكل لا ثقة به. ولكن إذا كانوا متفقين في الداخل، وأنا أركز على هؤلاء، فيمكن أن يبنى عليهم ويمكن أن يعمم بسوريا، لأنك عندما تؤمن منطقة آمنة مزدهرة متفق عليها هذا سوف يكون أمل للباقي المناطق للانضمام إليها. انظر الآن هم يهربون من دمشق إلى المناطق الشمال الشرقي في سوريا. نعم. وإلى إدلب، لماذا؟ لأنها
أكثر أمنا وأفضل وضعا من هذه المناطق التي يحكمها بشار الأسد. هنا لا يوجد هناك ما يسمى حكومة، من يحكم بسوريا هي ميليشيات إرهابية مجرمة الكل مشترك فيها. لذلك كما ذكرت لك كل هذه الحلول لا قيمة لها، ودائما هم يغيروا الحكومة ويغير رئيس الحكومة وهذا الوزير ويحمل ذاك والآخر، ولا يتحدثون عن أس النظام الذي هو أساس البلاء. وكما تعلم في النهب والسلب انضمت أسماء الأسد وشركاء أسماء الأسد في نهب المواطن السوري. أصبح المواطن السوري الآن لا يستطيع أن يؤمن البنزين ولا المازوت ولا الخبز ولا الغاز. انظر جرة الغاز 360 ألف ليرة وراتب الموظف 70-80 ألف ليرة. ربطة الخبز تأخذها بالبطاقة وارتفع سعرها أضعاف مضاعفة. المازوت حتى المدعوم 50 لتر التي كانت مدعومة توزع للعوائل حتى هذه البطاقة سامر، حتى هذه البطاقة خصصت لفئات معينة واستثني منها فئات أخرى من هم رجال الأعمال أو ذوي الدخل الميسور كما وصفتهم الحكومة السورية. نعم هذا صحيح، لم يبقى للمواطن شيء. المواطن يعني أصبح بوضع يعني كيف هو يعيش لا أحد يعلم. انظر الآن الكهرباء، الكهرباء في محافظة دير الزور تأتي 45 دقيقة وتنقطع 6 ساعات. وبنفس الوقت عندي أصدقاء في لبنان والكهرباء تأتي من سوريا إلى لبنان، يقول لي صديقي في لبنان تنقطع باليوم ساعتين رغم كل هالأزمات. ساعتين فقط تنقطع، ونحن لدينا كل شيء ولكن النهب والسلب والإدلال هو قائم، هو يمنع كل شيء. ربما تصدير الكهرباء إلى الخارج في شمال شرق سوريا. انظر في شمال شرق سوريا هناك بنية تحتية، هناك كهرباء، هناك عمل، ولكن في هذيك المناطق المجرمة لا يوجد شيء في هذا النظام. لذلك أنا أرجع وأحذر ودائما أحذر عدم الوثوق بهذا النظام المجرم. يعني ربما حضرتك تحدث بنقطة هي في لب حديثنا، ربما تصدير الكهرباء إلى الخارج على حساب الداخل هي من أحد هذه الطرق الترقيعية أو الطرق الملتوية للحكومة للحصول على الأموال، وهذا ما يصف في سياق تقرير واشنطن بوست الذي نحن بصدد مناقشته. الأستاذ سامر خليوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني يرزح فيه ملايين الأفغان تحت وطأة مجاعة خطيرة قد تحصد أرواحهم مع حصول فصل الشتاء القارس في البلاد وسط شبه انعدام للمساعدات الإنسانية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وحكومة أمر واقع من طالبان يرفض المجتمع الدولي التعامل معها ما يزيد العبء أكثر. فما هي أحوال الأفغانيين اليوم وما المستقبل الذي ينتظرهم وما الخيارات المتاحة أمامهم؟ أسئلة نوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي في مجلة الأهرام العربية الأستاذ إلهامي المليجي. أستاذ إلهامي مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أفغانستان في وضع ربما لا تحسد عليه، شتاء قارس وحكومة ترفض أو يرفض المجتمع الدولي التعامل معها، لا مساعدات إنسانية للأفغانيين، كيف تقيمون المشهد القائم اليوم في أفغانستان أستاذ إلهامي؟ مساء الخير، تحياتي لك ولمشاهديك. مساء النور. إن الشعب الأفغاني بيعاني من أزمات متعددة منذ يعني ما يقرب من 3 عقود، وتفاقمت المعاناة دي مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس آب الماضي، واللي طبعا تبعوا عقوبات اقتصادية فرضت من العديد من الدول الغربية فضلا عن خسارة ملايين الدولارات من الدخل اللي كانت متوفرة بدرجة ما في ظل الحكومة اللي كانت راضية عنها الغرب. وده خلى البلاد بتترنح الحقيقة على حافة الهاوية، لأن الاقتصاد منهار، بنية تحتية تقريبا منعدمة، نسبة بطالة وفقر تجاوزت 50%،
ومع انخفاض درجات الحرارة ده وسقوط الثلوج ده سيؤثر على طرق المواصلات أو طرق ما بين المدن وبعضها البعض، وده هيخلي كتير من السكان يعني تتفاقم معاناتهم، أولا لعدم وجود أموال، ثانيا لعدم إمكانية وصول هذه وصول المساعدات من المنظمات الدولية. الحقيقة إن المنظمات الدولية طلبت كتير وتمنت على المجتمع الدولي إن هو يستثنيها من العقوبات، وخاصة المنظمات اللي هي مش منحازة، على أساس إن دي أزمة إنسانية بيعاني منها الكل، والشعب الأفغاني يعني لا قتله ولا جمل، ومش هو المسؤول عن الحكومة الحالية، ولا هو المسؤول عن سيطرة أفغانستان الطالبان على الحكم، وبالتالي يعني مش من الإنساني أو من الأخلاقي إن احنا نعاقب شعب بأكمله كبيرة سلوك طائفة منه أو مجموعة منه أو جماعات. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام المجتمع الدولي أستاذ إلهامي لإيصال أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الأفغاني؟ طبعا هي الخيارات يعني بتتمثل في ان هم اولا يزيدوا من دعمهم، لان زي ما قلنا الأزمة يعني تطال يعني اكثر حتى من نصف المجتمع الأفغاني اللي هم يعني عشرات الملايين، يعني 22 أو 23 مليون تقريبا، دول بيمثلوا نصف المجتمع الأفغاني وكل هؤلاء يعني. إذن مطلوب أولا مضاعفة المساعدات الإنسانية من منظمات المجتمع الدولي، وقبل المضاعفة دي على المجتمع الدولي أنه يسمح لهذه المنظمات ويسهل لها تقديم مساعدتها للشعب الأفغاني قبيل هطول الأمطار والثلوج وما ذلك، لأن في حينها ستنقطع وسائل الاتصال تماما عن العديد من هل هذا ممكن حتى لو لم تمتثل طالبان للمطالب الدولية في العدالة والديمقراطية وسياسة حكمها للبلاد أستاذ إلهامي؟ هذه أزمة إنسانية لا علاقة لها بطالبان، جماعة إرهابية لكن تحكم البلاد أستاذ إلهامي، تحكم البلاد بسياسة أمر واقع، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي. هي تحكم البلاد، يعني أنا كيف أضمن أن هذه المساعدات تصل إلى هنا السؤال، وهنا الضمانة اللي المفترض يعني تحصل عليها المنظمات الإنسانية، الضمانة إن هذه المساعدات تصل مباشرة إلى الشعب الأفغاني بشكل مباشر وليس عبر حكومته، اللي هي بالتأكيد لو المساعدات وصلت لحكومته ستوصلها إلى عناصرها فقط، لكن الأزمة بيعني الشعب الأفغاني نفسه، وبالتالي مطلوب أن المجتمع الدولي يضغط في اتجاه أن هذه المساعدات تتضاعف وتصل مباشرة للمواطن الأفغاني اللي بيعاني من أزمات عديدة، وخاصة ما له علاقة بالغذاء والدفء، لأنه في حاجة لمواجهة هذا البرد القارس حتى بوسائل الدفء البدائية يعني. نعم. الأستاذ إلهامي المليجي الكاتب الصحفي في مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. من بيروت ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ حسن صعب. أستاذ حسن مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نبدأ يعني من الحلول المطروحة اليوم على الطاولة الدولية لمساعدة الشعب الأفغاني الذي يعاني ربما من وطأة حكم طالبان من جهة، وجهة أخرى ربما الشتاء القارس الذي يطرق أبواب الأفغانيين دون أي حيلة أو أي وسيلة في يدهم، أستاذ حسن، في وضع مأساوي وصفته بعض التقارير. نعم، يعني هذا الأمر كان متوقعا مع الأسف الشديد. بعد صراع دام نحو 20 عاما بين القوات الأمريكية التي كانت تحتل أفغانستان وبين حركة طالبان وقوات أخرى، هذا الأمر كان متوقعا. في السياسة نقول أن هناك قرار غربي أمريكي أوروبي
سياسي بفرض نوع من الحصار على حركة طالبان التي انتصرت على القوات الغربية. وحركة طالبان أيضا تتحمل مسؤولية لأنها وضعت في أولوياتها الموضوع يعني الحسم العسكري وبغض النظر عن تداعياته، ولم تهتم كثيرا في المرحلة التي سبقت سيطرتها على كامل أفغانستان بمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي. إذن هناك طرفان يتحملان المسؤولية بشكل مباشر، الولايات المتحدة التي كانت تحتل أفغانستان وحركة طالبان التي تدعي أنها الآن هي حاكمة أفغانستان الأولى ولكنها لا تملك قدرات مهمة ولا حتى إرادة ربما لحل مشاكل المدنيين الأفغان التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وخاصة الآن مع قدوم فصل الشتاء. نعم. أستاذ حسن، يعني ضيفي من القاهرة الأستاذ إلهامي تحدث عن حل ربما يكون مناسب في الوقت الراهن على أقل تقدير، هو حل إنقاذي للأفغانيين بهذا التوقيت، هو تقديم المساعدات دون مرورها على حكومة طالبان اليوم. هل هذا الأمر أو هذا الحل قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ هل طالبان ستقبل بهذا الإجراء وأن تصل المساعدات من المنظمات الدولية بشكل مباشر إلى الأفغانيين؟ يعني من المفروض إذا كانت طالبان تدعي أنها تحافظ على حياة الشعب الأفغاني وأنها قدمت كل التضحيات من أجله أن تقبل بهذا الطرح ولو أنه قد يحترق أو ينتهك السيادة الأفغانية نوعا ما، لكن في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الحصار الدولي على أفغانستان يجب أو يجدر بحركة طالبان أن توافق على هكذا أفكار حتى يتمكن الشعب الأفغاني من التقاط أنفاسه على الأقل في المرحلة القصيرة القادمة، بينما تتخذ حركة طالبان إجراءات في المستقبل تدفع عن الشعب الأفغاني الأذى وتوفر له الحد الأدنى من مقومات العيش. يعني لو كانت الحركة تسير بهذا الاتجاه أستاذ حسن، هل يعني لم تفعله إلى الآن وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي على أقل تقدير للتعامل مع حركة طالبان كحكومة لأفغانستان أستاذ حسن، الحكومة ترفض هذه المطالب، ترفض هذه السياسة التي تحدثت بها؟ صحيح صحيح، لكن القادة الأفغان الجدد الآن يناشدون الولايات المتحدة علنا وسرا ويناشدون الأوروبيين بتقديم المساعدات وغيرها يعني من المنظمات الأممية التي تخضع بشكل أو بآخر للهيمنة السياسية الغربية. إذن لا خيار لحركة طالبان لرفع المعاناة أو التخفيف من معاناة الشعب الأفغاني خاصة في هذه المرحلة الحرجة والتي يزداد فيها العدد الهاربين أو اللاجئين داخل أفغانستان أو الهاربين منها باتجاه إيران وغيرها من الدول. يجب على طالبان أن توافق على أي مشروع إنساني للمساعدات طبعا مع التحفظ على إذا كانت هناك استهدافات سياسية لهذا المشروع، ولكن لا أعتقد أن طالبان في موقع قوة لترفض هكذا أطروحات في هذه المرحلة. هناك بعض الدول هناك بعض الدول الإقليمية كقطر على سبيل المثال ربما تتعامل مع هذه الحركة. هل اليوم الحركة أو الأفغانيين يعولون على مثل هذه الدول لربما مساعدتهم أو لإنقاذهم مما هم فيه اليوم؟ يعني قطر دولة ثرية وغنية بالنفط والغاز وهي تستطيع أن تقدم مساعدة لكن بحدود. لا يمكن أن تحل قطر محل المجتمع الدولي الذي يمتلك إمكانيات مالية وغيرها، يعني إمكانيات هائلة لا يمكن أن تحل قطر محله، ولكن هي يمكن أن تساعد في التخفيف من الأزمة برضا حركة طالبان. وهذه المسألة لن تحل القضية الأساس. يجدر على قادة طالبان أن يخرجوا من شرنقة التعصب والانفعال ورفض كل شيء. يجب عليهم أن يختاروا الحلول الوسط في السياسة وفي المشاريع الإنسانية التي يتطلع إليها الشعب الأفغاني المظلوم منذ سنوات طويلة. طيب في حال لم تمتثل الحركة لهذه الأطروحات الدولية وحتى يعني الإقليمية بالامتثال إلى ما يطلبه المجتمع الدولي،
ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الأفغانيين أستاذ حسن؟ نعم، يعني هناك خيارات ضيقة ومحدودة. حركة طالبان تدعي أنها تمكنت من دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية، وأن حركة وأن الاقتصاد بدأ يتحرك من جديد، لكن نحن نستبعد هذه المسألة. الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والمالي في انهيار مستمر، وهذا الأمر لا يغضب الغرب كثيرا الذي خرج مذلولا من أفغانستان، لكنه يمس الشعب الأفغاني بشكل مباشر. وعلى حركة طالبان التي تقول أنها تمثل كل الشعب الأفغاني أن تتحرك بسرعة وتتخذ قرارات نوعية وجريئة لتخفيف من معاناة الأفغانيين، وإلا فإن الغضب الشعب الأفغاني قد ينفجر في أي وقت ضد حركة طالبان مهما كانت قوتها كبيرة. الباحث والمحلل السياسي الأستاذ حسن صعب، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.